الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام متابعي الكرام، ان شاء الله قاعد تكونوا بصحة وعافية. انتم تشوفوا هذه لا فيديو، انا صافي الحمد لله. نحب نرحب بالمشتركات الجدد في القناة، نقول لهم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تستفادوا من وصفتي لو كان قليل. اليوم كما راكم شفتوا في بداية الفيديو راح نديروا مسكوتشو رخامية، يعني تجي بزاف شابه. ما نقول تاعها شباب، انا غادي نخدم بالمو شوية كبير، انت يا لو وليتي تخدمي بالمو صغير بيان سور تقسمي المقادير على اثنين. انا هذا المول اللي في الفلوغ اللي فات وريت لكم هو اللي غادي نخدم به. اللي هنا شا عندي، عندي 8 حبات بيض، كاس سكر، كاس زيت، عندي بويا يوغت معاه نص نفس البو حليب باش تجي الشيشه، عندي شوكولا نوار، وعندي شوكولا سلاح ذوبان تاع الحليب، عندي لافاني، وعندنا فارينا، وزوج باكي لا ليفيغ شيمي يعني خميرة الحلوى. كما تشوفوا في البدايه تكون البيض بدرجه حراره الغرفه، لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. ندير لهم شويه لافاني ونطلع البيض تاعي بالباتر، طلعوا مليح، وبعدها نبدا نزيد له المكونات الاخرى. توجور كما قلت لكم البيض اللي يرجع اللون تاعو يتبدل، ومام من القوام تاعو يطلع كما تشوفوا معايا تضعف الحجم تاعو، باش تبداي تزيدي في المكونات الاخرين، يعني باش تجيك شابه وشيشه من الداخل. اذا طلعت البيض تاعي مليح كما كنت تشوفوا معايا، بعدها بديت نزيد له السكر، زدت له غير بشويه، ومن بعد زدت له الزيت ولفته معايا، نزيدو غوتا غوت باش يتخلط ليه مع المكونات اللي كانوا عندي. توجور ما نحبسوش الباتور تاعنا يقعد يخدم، ونزيدو المكونات غير وحده مرة اخرى. لهنا علاه درت ياغورت ودرت حليب. ياغورت يعطي له هشاشه، ولا ما كانش عندك ياغورت تستغني عليه، ديري كاس حليب يكون دافي ولا بارد عادي ما يهمش. لهنا كملنا الزيت والسكر، بديت نزيد له في الياغورت، ومام بو تاع الياغورت هذاك نفسه زدته حليب، يعني ديت مقدار البو هذاك تاع الياغورت اللي كان عندي هو نفسه درته حليب وزدته للخال تاعنا. تنجمي تزيدي زوج او غير للهشاشه. لهنا في الفارينه نحتاج درت 20 مغرف، تحسبيه بالمغرف. دائما كيما قلت لكم ديروا نص الكميه، يعني ندير 10 مغارف وتوجور توجور نغربلهم، ومن بعد نزيد لهم 10 اللي بقاو كيما تشوفوا معايا لهنا، وتزيدي دو باكي تاع الفيغ شيمي يعني زوج علب تاع خميره الحلوى. تخلطي مليح، ما تخليش هذوك الحبيبات تاع الفارينه في المكونات في الخلطه تاعك باسكو غادي تخسرها لك. لهنا كيما تشوفوا طفيت لهنا الباتور، وجيت نكمل في العدد تاع المغارف تاع الفارينه اللي كانوا باقيين لي، ومن بعد قسمت المكونات على اثنين، يعني ماشي جست على اثنين، نحيت كميه من الخليط تاعي، زدت له شيكولا كاكاو مع الشيكولا شوكولاتات الحليب يعني اللي نذوبوها بالحليب، وزدتهم مع بعض باش نديرهم على شكل نقاط باش تخرج لي الكيكه تاعي هذه رخاميه، يعني تدي لي الشكل تاع الرخامه اللي كنت انا نحوس عليه. كيما تشوفوا معايا الكونتيتي اللي كنت نحوس عليها من الخليط، وزدت لها الشوكولا اللي كانت عندي بودر قلت لكم مع شوكولا سريعه الذوبان في الحليب باش يعطوني اللون يكون مليح ما يكونش قاصح بزاف. كيما قلت لكم انا خدمت توجور بشوكولا نوار، يعني تمرر لي الحاجه اللي تكون عندي. لهنا زدت نص مغرف منها، وزدت ما قلت لكم الشوكولا الاخرى زدت منها بخزك نص مغرف، وخلطت مليح العجينه اللي ولات عندي او الخلطه اللي كانت عندي الخليط اللي كان عندي، وخلطتهم ليه طاني اللون اللي كنت نحوس عليه. من بعد جبته وبديت نخدم فيه في البلا تاعي. لهنا شوفوا دائما الشوكولا كي ديروها خلطي غير بشوي مع الاول باش ما تطلقش هذيك البودر ويروح لك كاع الكو تاعها في الهواء. كما تشوفوا بديت خلطها ونطلع هكا باش ندخل الهواء في لاباط تاعي. كما تشوفوا معايا هذا هو اللون، زدت له شويه كان خاصني، ودرته بجهه باش نكمل الخليط تاعي. ولهنا رحت جبت البلا تاعي، درت له بابي كويسون، وجبت هذاك الخليط تاعي اللي راه شوكولا، وبديت نحطه في البلاطو تاعي. تبغي ديريهم نقاط صغار، تبغي ديريهم كبار، انتيا وكيما تبغي، يعني هذه مساله ذوق. انا علاه كبرتهم باسكو كنت دير ديجا درت كونتيتي كبيره من لاباط او شوكولا، يعني كنت باغيه غي كونتيتي صغيره، مي كي جاتني كونتيتي كبيره يعني وزعتها كاع على البلاطو تاعي. كيما تشوفوا معايا كي وزعتها فوقها عاود درت لاباط تاعي اللي خليتها بيضه نورمال. تبغي الكونتر، تبغي تخلي شويه لاباط بيضه وديري لاباط الاخرى او شوكولا، يعني كيما تبغي انتيا في هذه المرحله انتيا تتحكمي بها. تنجمي ديريها كاع سامبل، ما ديري فيها
والو يعني هذه انتيا وشكي باغيه. كان ما يبغوش الشوكولا كما انا في الدار يبغوا الشوكولا، لبها درتها كيما هكا، والشكل تاعها فعلا خرج روعه، كي طابت طالها واحد المنظر بزاف شباب. لهنا كيما تشوفوا كملتها وجبت لهنا لاباط تاعي اللي كانت بيضاء، خلطتها مليح وزدت لها فوق البلاش. شوفوا بهذه الطريقه تفرغي، من بعدها تسوي، باسكو ما لازمش توشي النقاط اللي درتيهم بالشوكولا باش ما تخلطش، باش يقعدوا حاكمين بلاصتهم. ديجا كنت مشعلت لهم الفور على 180 درجه، كي ندخل المسكوتشو تاعي نقص الفور تاعي نلحقوا 170 درجه حتى 160 درجه، نعطولها نص ساعه، وتكوني شاعله توجور الفونتيلاتور تاعك. اذا ما كانتش عندك كوشا فونتيلي يعني شعليها نورمال، ديريها تسخن، كي تدخلي المسكوت تاعك نقصي لها. وثاني كاينه نصيحه للبنات، بنات بزاف يقولوا لي كي ندخلوا المسكوت في الفور تطلع نورمال، مي غير نجبدوها تهبط لنا لكم، باسكو الشوك هذاك تاع الهواء هو اللي يدير لها كيما هكا، يعني تكون سخانه بزاف تخرجيها للبرد تهبط لك. لا، كي تطفي عليها خليها بوندون 10 مينيت حتى 5 مينيت 10 مينيت في الفور، ومن بعدها خرجيها تكون ديجا هبطت لها التمبيراتور تاعها بشويه، يعني تبدا تهبط التمبيراتور تاعها بشويه. لهنا بعد ما خرجتها شوفوا قلبتها في البلاط تاعي، شوفوا كي خرج الشكل تاعها روعه. هنا كانت عندي شوكولا تاع فيجي كاو، كانت عندي شوكولا بالحليب، ذوبتها في الميكرون، زدت لها دي غوتليت تاع الويل، ودرتها في لابوش، وبديت ندير الخطوط تاعي كيما هكا. هذه توجور تزيين مساله اختياريه، كيما تبغي تزينيها انت حره، تبغي دير لها طبقه كامله تاع شوكولا، تبغي دير لها غير هكا دي تروك كيما درت لها انا، تبغي تستغني كاع ليهم، يعني هذه حاجه اختياريه. كيما تشوفوا انا معايا، شوفوا درت لها دي تروك هكا، ابري عاودت لها بالخط الموازي وزدت لها. كانوا عندي دي بيبيت دو شوكولا اللي شفتوني درتهم لكم في الفيديو ثاني اللي فات، هالي في مشترياتي، شريت هادو دي بيبيت دو شوكولا فريمون بزاف بنان، يعني كان دي بيبيت اللي تلقاهم الداخل كونفخيت، هما لا، هما شوكولا من الداخل بزاف شابين. درتهم زدتهم لها، وزدت لها كان عندي ديجا انا الورد المجفف، بعد ما درت لي بيبيت دو شوكولا هالي كانت هكا الشوكولا تاعي عاد سخونه باش يلصقولي، من بعد زينتها بالورد المجفف. دوكا تشوفوني كيف درتها وقطعتها، يعني طريقه التقطيع اختياريه. نفس الشيء تبغي تكبري لي مورسو تاعك، تبغي تصغريهم انتيا وكيما تبغي، انا نبغي نكبرهم شويه، ما نبغيش لي مورسو يخرجوا لي صغار، ما على باليش على هني في الكاطو، ميم في الـ في الـ في المسكوتو نبغي الحبات تجي كبيره، والله ما على باليش على هذه، راه حياتي. لهنا كيما كتشوفوا قطعتها، ومن بعد خليتها تبرد شويه باش قدرت نقدمها. راكم عارفين ما نجمش نقدمها وهي سخونه، بصح جات واحد الكو روعه، يعني الذوق تاعها روعه وجات هشيشه. اتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، اتمنى تجربوها وتعطوني رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش دعم القناه، هذه قناتي وقناتكم، اي حاجه تبغوني نطلب لكم، اي وصفه في قلبكم قولوا لي في لي كومونتير. بيان سور بيان سور غادي نلبي لكم الطلب تاعكم، ونقول لكم سلام، فيديو جديد ان شاء الله، ونقول لكم في رعايه الله وحفظه، سلام.